الجديدة في قطاع غزة بقتل المجاهدين وضربهم، ويعني أعتقد أن هنالك لبس في تحديد المفاهيم التي نختلف عليها. نعم. حينما نختلف يجب أن نحرر منطقة الخلاف، نحدد منطقة الخلاف. حينما نقول أن هذه الكتلة السياسية رشحت فلان، نعم، ورفض فلان، هل من حق فلان أن يرفض؟ هل من حق هذه الكتلة أن ترشح؟ يجب أن حينما نختلف نحدد منطقة الخلاف. أقول نذهب إلى الخيار الدستوري، ماذا يقول الدستور، ماذا يقول القانون، ماذا تقول الآليات المعتبرة. مع تقديري الكبير لكلام سماحة الشيخ، ويعني ليس صحيحا أن نتهم بعضنا بعضا لأننا نختلف. إحنا نختلف طبيعي جدا، هو المشروع السياسي أصلا أن يكون هنالك اختلاف. أصل المشروع السياسي أن تكون هنالك أحزاب، تعدد رؤى، تعدد، خصوصا أن المشروع السياسي العراقي مبني على مكونات، وهذه المكونات معبرة عن نفسها بأحزاب. فكيف نتفق؟ يعني هل من المعقول أن يتفق الكرد والعرب والسنة والشيعة على قضية معينة؟ هو الطبيعي أن نختلف. ماذا نفعل حينما نختلف؟ السابق كان يعني بصراحة الاختلاف بين السنة والشيعة، خلي أحكي بالعامية، بين الأكراد والشيعة، اليوم اختلاف شيعي شيعي. لا بصراحة لا لا اختلاف سياسي كبيرة. لا لا اختلاف، لا اختلاف شيعي شيعي، خلينا نتحدث بكل صراحة، في ظل تعند الإطار التنسيقي وفي ظل تعند التيار الصدري. ست هيفاء، هذا تسويق من جنابك، تعند الإطار التنسيقي، هذا موقف أنت جاي تتخذين. لا هم البعض الإطار التنسيقي عندهم تعند، يعني اللي يريد يبدل حكومة الكاظمي. لا لا، الإطار التنسيقي يقول أن هنالك طريقان لحل مجلس النواب. الطريق الأول طريق أن رئيس الوزراء يقدم طلب إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يقدمه إلى مجلس النواب، ويذهب النواب إلى التصويت على الحل. الطريق الثاني ثلث أعضاء البرلمان اللي هم لازم 110 نواب يقدمون طلب يعرض على التصويت، إذا حصل على النصف زائد واحد يحل البرلمان. صحيح. بما أن حكومة السيد الكاظمي الآن في هذه المرحلة حكومة تصريف أعمال، لا يحق لها قانونا ودستورا أن تقدم طلب حل مجلس النواب. صحيح. لأن وظيفتها الأساسية هي تصريف الأمور اليومية، وهذا قانوني ودستوري وقرار محكمة اتحادية. إذا أضفنا لها أن الأخوة في الإطار التنسيقي يعتقدون أن الكاظمي سبب من أسباب المشكلة، وعنده انحيازات وعنده اتجاه معين، راح يصير السبب القانوني والسبب الدستوري إضافة إلى السبب الواقعي أن الأخوة يعترضون على الكاظمي. يوجد خيار آخر، إذا سماحة السيد مقتدى الصدر يريد حل البرلمان فعلا، فالطريق إلى حل البرلمان سالك موجود، تشكيل حكومة مؤقتة وبعدين تشكيل حكومة مؤقتة وإعطاء سقف زمني معين، 6 أشهر 7 أشهر سنة ما أعرف إيش قد، إذا كان يريد حل البرلمان فعلا. أما إذا كان يريد من مطلب حل البرلمان إبقاء الحكومة فهذا مورد اعتراف. إذن صارت القضية واضحة، يوجد خلاف دستوري، يوجد خلاف قانوني. القانون الإطار يتمسك ببناء المشروع السياسي على أسس قانونية. محاولة الاستفادة من الجمهور والاستفادة من الاحتلال البرلمان والاستفادة من التظاهرات محاولة يعطيها الدستور حق، يعني للتظاهرة حق في أن توصل رأي، في أن تحشد ناس تقول يا أبا إحنا عندنا مطالب. أما أن تتحول إلى وسيلة تخريب للمشروع السياسي، وسيلة اعتداء على المشروع السياسي، هذا ما حد يقبل به. مو بس الإطار، أي جهة، مو بس الإطار التنسيقي. الآن الأحزاب الكردية رفضت هذا يعني الذهاب إلى حل البرلمان بهذه الطريقة. ممثلة الأمم المتحدة أبلغت السيد الصدر أنك إذا تريد أن تغير البرلمان فيجب أن تتوافق مع الشركاء. يوجد معك شركاء. الحديث عن مشروع سياسي يختلف عن حديثي أنا كحزب أو أنا كمجموعة أو أنا كشخص.